أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا ومتابعي طقس العرب في السعودية. نهار اليوم ساعات أجواء مستقرة في عموم المناطق. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة تسود أيضا أجواء مستقرة، طقس صافي 12 درجة مئوية، الملموس 11، الرطوبة منخفضة والرياح تكون شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة. تفاصيل الحال الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة اليوم غد بإذن الله: سكاكا 25 إلى 15، ارتفاعات واضحة على درجات الحرارة في المنطقة الشمالية، عرعر 20 إلى 12، وتبوك 24 إلى 10 مع أتربة مثارة. بالنسبة للمنطقة الغربية، المدينة المنورة 29 إلى 15، جدة 30 إلى 22، مكة المكرمة 33 إلى 22، والطائف 24 إلى 15 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 19 إلى 14، أبها 22 إلى 10، وجزان 28 إلى 24 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 27 إلى 12، حفر الباطن 25 إلى 13، والإحساء طقس صافي 27 إلى 11 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض، طقس صافي 24 إلى 13، بريدة 25 إلى 12، وحائل أتربة مثارة 24 إلى 11 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.